بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. الاعتكاف سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء، يلزم هذا الشيء فيقال اعتكف عنده. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني استمررت ما جالسا عنده. والعكوف شرعا، العكوف شرعا هو لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا والتفرغ للعبادة. هذا تعريفه شرعا وتعريفه لغة، يعني تعريفه لغة يعني في لغة العرب قبل وجود الشرع، فهم يعرفون أن العكوف والاعتكاف الجلوس عند شيء ما، وهو بالشرع جاء الشرع على ضوء هذا. الاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه. نعم، اقرأ. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. الذي قاله موسى عليه السلام للسامري الذي صنع لهم عجلا على صفة عجل من الذهب، فقال: انظر إلى إلهك هذا الذي تعبدته، سنحرقنه ولنسفنه في اليم نسفا. نعم. أي الذي أقمت ودمت على عبادته. وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تعالى. والاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع. وارد الاعتكاف في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة وفي الصواب وفي الإجماع، إجماع العلماء أجمعوا على سنيته وشرعيته. نعم. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أي أنه يحرم على الرجل أن يقرب زوجته لا ليلا ولا نهارا إذا كان معتكفا، فلا يستمتع منها بشيء، بخلاف الصيام فإنه يمنع من استمتاعه بالمرأة نهارا ويبيح ذلك ليلا. نعم. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واستفاضت السنة النبوية في فعله صلى الله عليه وسلم والترغيب فيه وإقراره، وأجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب. الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، إذا نذر أن يعتكف 5 أيام
أو 7 أيام أو 10 أيام أو أيام العشر الأواخر من رمضان أو أيام العشر الأوائل من ذي الحجة صح وولزم إذا نذر ذلك. أما إذا كان تقربا إلى الله نفلا فلا يلزم بذلك. نعم. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون. يعني هو مسنون وليس بواجب، لم يحد يقول أحد أنه واجب، ولم يقل أحد من العلماء إنه مكروه أو محرم أو مباح، وإنما هو مسنون سنة، والسنة هي التي يثاب عليها ولا يعاقب على تركها. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه مسنون كل وقت، كل وقت، لكنه يستحب في رمضان في العشر الأواخر من تحريا لليلة القدر، وإلا فإنه يجوز الاعتكاف في كل وقت. لو أن المرء اعتكف العشر الأول من الحجة أو اعتكف يوما أو اعتكف غدا أو بعد غد مثلا لا بأس، لكنه لا يلزم تعيين اليوم إلا بالنذر، فإن تعين بالنذر وجب الوفاء به. نعم. وقد اتفق العلماء على أنه مسنون كل وقت، ولكنه في رمضان وفي عشره الأخيرة آكد. حكمته: قال ابن القيم: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه. هذه الأشياء تشتت القلب وتكثر شواغله وتصرف عن طاعة الله، لكن إذا قلل منها فإنه يقبل على الله تعالى، وهو بهذا الاعتكاف يقلل الكلام مع الناس ويقلل فضول الطعام ويقلل فضول الكلام ويقلل الاختلاط بالناس، فينصرف همه إلى الله جل وعلا. نعم. ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه ويعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، واستفراغ القلب من أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعيته بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة والانقطاع من الانشغال بالخلوة والانشغال به وحده سبحانه وتعالى، ويصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل عموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم به كله
والخطرات كلها بذكره، والفكرة في تحصيل مراضيه منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، وبعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وذكر الاعتكاف بعد الصيام لمناسبتين: الأولى إن جملة الكلام على الصيام يتناول صيام شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر منه خاصة. الثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن يعني تمام الصيام مشروع مع الاعتكاف، ولكن ليس بواجب على الصحيح. بعض العلماء يوجب الصيام مع الاعتكاف حيث يقول لا اعتكافها إلا بصوم، والصحيح أنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فأقره على ذلك، والليل ليس محلا للصيام. نعم. الثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام والبعد عن الشهوات والعادات. واشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام. هاتان الطائفتان المذهبان، مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الأحناف، أنه يلزم الصيام إذا اعتكف، والصحيح أن الصيام منفصل عن الاعتكاف، فإن جمعهما فحسن، وإن لم يجمعهما فلا بأس، فيصح الاعتكاف بلا صيام ويصح الصيام بلا اعتكاف. واشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ولكن رأى غيرهم من العلماء بأنه لا دليل لهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية، وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. وجاء في البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك، والليل ليس وقتا للصيام، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا الحديث دليل مشروعية الاعتكاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان واستمر على ذلك حتى توفاه الله.
في هذا رد على من قال إن الاعتكاف منسوخ أو إن الاعتكاف لا يصح إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده، لأنهن لما اعتكفن معه في رمضان خرج من معتكفه عليه الصلاة والسلام وقال آل بر تردنا، وخرج وترك الاعتكاف حتى خرج رمضان فاعتكف قضاء للأيام التي تركها في رمضان اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه كان صائما. نعم. مفردات الحديث: يعتكف الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لله تعالى، وعكف على الشيء يعكف عكوفا إذا واظب عليه ولازمه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عليها فيلازمونها. ما يؤخذ من الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، لما قوي ظنه أنها في تلك العشر المباركات، واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيشرع الاعتكاف لأنه سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليها، فعلها بنفسه وأقر عليها من أراد أن يعتكف من الصحابة رضي الله عنهم. فائدة الاعتكاف وثمرته هي قطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها، والخلوة بربه والتلذذ بمناجاته، وجمعية نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. يعني المعتكف ما له هم في هذا الاعتكاف إلا عبادة الله جل وعلا، يقتصر على طاعة الله جل وعلا من الصيام والقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ما له شغل في الدنيا ولا يعبأ بها. نعم. الاعتكاف سنة باقية لم تنسخ، إذ اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده. استمرار الاعتكاف أنه يصح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف أزواجه من بعده دليل على استمرارية هذه السنة المؤكدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف شهر رمضان كله، فكان آخر الأمر منه أن اقتصر على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر. كان يعتكف رمضان كله تحري ليلة القدر، ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاقتصر على ذلك عليه الصلاة والسلام. أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج من معتكفه إليها كثيرا، وهذا مناف للاعتكاف. الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يلزم إقامة الجمعة، لأن الجمعة ليست وليس لها وقت طويل، وإنما الجماعة هي التي تتكرر في اليوم 5 مرات، فإن ترك الجماعة أثم،
فما يأتيه من الأجر مثل النقص الذي ينقصه بفقد صلاة الجماعة. وإن واظب على صلاة الجماعة مع اعتكافه كثر تردده، صار يخرج باليوم 5-6 مرات للاعتكاف للصلاة، ويخرج للأكل ويخرج لقضاء الحاجة، فما يصير كأنه معتكف. فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة للجمعة. نعم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أنواع 5. الأول ما فعله على مقتضى الطبيعة البشرية كالنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له، وإنما يدخله العنصر الديني إذا قصد به الفاعل التقوي على طاعة الله تعالى، أو فعله على هيئة مشروعة كالنوم على الجنب الأيمن والأكل باليمين احتسابا للأجر عند الله. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى 5 أقسام. قسم في حكم العادة، يعني لا يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتب أكله، أنه لا يأكل إلا في الصباح أو لا يأكل إلا في المساء أو لا يأكل بين الأكلتين، لا بد أن يمضي عليه كذا. متى ما تيسر له الأكل أكل، ومتى ما أعطي ثوبا جديدا لبسه، وهكذا. هذه أفعال لها حكم العادة وليست في حكم العبادة، لكن العادة تكون أحيانا عبادة إذا وفق العبد لصرف أفعاله إلى طاعة الله، كان يقصد بنومه التقوي على طاعة الله، أو ينام على وفق السنة على الشق الأيمن، أو يأكل ويشرب مثلا لأجل أن يتقوى على طاعة الله. هذا إذا صرفها العبد جعل نقلها من العادة إلى العبادة فحسن. نعم. الثاني ما فعله عادة لا عبادة كلبس العمامة والإزار والرداء ونوع من الأكل ونحو ذلك، فهذا الاتباع فيه أن يلبس الإنسان ما يلبس أبناء جنسه وأهل بلده، وليس من الاقتداء أن يلبس الإنسان ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فالقدوة هنا عدم المخالفة لا ذلك النوع الخاص. يعني العمامة مثلا كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، ما نقول أنه يلزمنا أن نلبس العمائم مثل ما لبسها، لا، كان يلبس القميص والرداء، ما يلزمنا أن نلبس مثل لبسه، وإنما لا نخرج بلباسنا عن حدود الشرع. وأما للمرأة أن يلبس أي نوع من اللباس، يلبس الرداء، يلبس الإزار، يلبس كذا، يلبس الثوب العادي، يلبس القميص، يلبس العمامة، يلبس الغترة، يلبس الشماغ، كل هذا شيء من أنواع العادة لا أثر للعبادة فيه. الثالث ما فعله على سبيل التعبد، فإذا ظهر لنا فيه قصد العبادة فيستحب لنا اتباعه في ذلك، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب على الراجح. لا فعل شيئا عليه الصلاة والسلام واقتدينا به فحسن، لأن هذا على سبيل التعبد لله جل وعلا باقتداء به صلى الله عليه وسلم، مثل إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وإذا دخل مكان قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى، وهكذا. هذا عبادة لله جل وعلا وتعبد له بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع ما كان مترددا بين العبادة والعادة
كالتحصيب بعد ليالي منى وصفة دخول مكة ودخول المسجد الحرام، فبعض العلماء يرى أنه فعل ذلك على وجه العبادة، وبعضهم يرى أنها جاءت على سبيل العادة لأنها أسمح لطريقه. مثلا دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، هذا يرى بعض العلماء أنها عبادة يجب ويستحب للإنسان أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الآخرون قالوا هذا ليس على سبيل العبادة، وإنما جاء على سبيل التيسر، وأنه أيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء من المدينة إلى مكة فالأنسب له أن يأتي من جهة التنعيم وهكذا، ويدخل مكة من أعلاها وهكذا، بخلاف ما إذا خرج فيخرج من أسفلها يمر بجميع أجزاء مكة. والتحصيب المحصب، النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، ليلة 13 من ليالي التشريق، يستحب فيها المبيت بمنى والرمي بمنى، لكن ليلة التحصيب ليلة المحصب النزول في المحصب، وهو نوع جهة من جهات الأبطح، ينزل بالمحصب عليه الصلاة والسلام ثم يدخل مكة نهارا. هذا يرى أن يرى بعضهم أنه يستحب ذلك، ويرى بعضهم أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل أنه أيسر له، أنه جاء من منى فنام في المحصب تلك الليلة ثم دخل مكة. الخامس، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم مجمل، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه بينه لنا عبادة لله تعالى، فنصلي كصلاته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. هذا الحديث دليل على أنه متى يبدأ المعتكف بدخول معتكفه، هل يلزم أن يدخل من الليل أو يجوز أن يدخل من النهار؟ هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل معتكفه دخله بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يدخل معتكفه. وهذا قول للإمام أحمد وبعض العلماء. القول الآخر قول الجمهور أنه يستحب أن يدخل معتكفه من الليل من بعد غروب الشمس ليلة واحد من ليلة 21 من رمضان مثلا، إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر اعتكف من المغرب من ليلة 21. قالوا لأن الاعتكاف يلزم أن يكون العشر الأواخر، والعشر الأواخر تبدأ من بعد غروب الشمس ليلة 21، وأما إذا اعتكف في الصباح معناه أنه ترك ليلة 21، والاعتكاف العدم منه تحري ليلة القدر، وليلة القدر تتحرى في ليلة 21 كما تتحرى في بقية الليالي. معتكفه ظرف مكان، أي مكان اعتكافه. يدخل معتكفه يعني مكان اعتكافه، كان عليه الصلاة والسلام يضع خيمة أو رداء أو شيء يستره عن الناس ليبقى في هذا المعتكف، من أجل أن لا يشغله الناس بالتردد عليه ولا يأتون إليه إلا بالسئذان. المعتكف المكان الذي يعتكف فيه من المسجد، ويستحب أن يبعد عن الناس ولا يخالطهم،
إلا عند الصلاة يخرج، وقبل الصلاة يجلس في معتكفه، وإذا صلى عاد إلى معتكفه، هكذا. ما يؤخذ من الحديث فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. إن وقت دخول المعتكف أي مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح، فيه دليل أنه لا بأس من احتجاز مكان للاعتكاف بخيمة أو خصفة أو حجرة أو نحو ذلك. أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب خبائه كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب يضرب الخباء يعني ينصب له في المسجد ويبعد به عن مكان الصلاة حتى لا يشوش على المصلين، ويضع الخباء ليدخل فيه عليه الصلاة والسلام ولا يختلط بالناس. وإباحة هذا المكان المحجوز بشرط ألا يحصل به ضيق على المصلين. أما إذا حصل ضيق على المصلين فلا يشرع وضع حجرة ونحو ذلك. والآن في كثير من المساجد حجر معدة للاعتكاف لا بأس بذلك، وينبغي أن يقتصر كل واحد في مكان ما ولا يجتمع المجموعة يتحدثون ويسولفون وكذا وكذا، تروح فائدة الاعتكاف، ما يصير في اعتكاف ما دام انه يحاول باستمرار، وانما ينفرد كل واحد عن الاخر ولا يجتمعون الا عند الحاجه عند الاكل او لضروره او زياره او نحو ذلك. ودخول المعتكف يستحب ان يكون من المساء، يستحب ان يكون من بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس أذن المؤذن لصلاة المغرب قبل ليلة 21، هذا الاعتكاف المشروع، لأن ليلة 21 من الليالي التي تحر فيها ليلة القدر، فإذا جلس في الدار وترك الاعتكاف فيها فيحتمل أن تكون تلك الليلة ليلة 21. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عائشة رضي الله عنها كان يدخل معتكفه، يعني هو في المسجد من قبل لكن يختصر عن الناس ويبعد عنهم، متى؟ إذا صلى الفجر اختصر عن الناس. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الأولى أن نقرأ هذا في رمضان في العشر الأواخر منه، لكن اشتغلنا في العشر الأواخر في حديث الصيام، وحديث الصيام أهم من هذا، وهذا مرتب على أن الاعتكاف بعد الصيام في الكتاب. يقول السائل: ما هو أقل الاعتكاف؟ لا حد لأقل عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أن أقله ليلة، وبعض العلماء يرى أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان كلها. والصحيح أنه لو كان يوما أو يومين أجزاء، ولا يلزم أن يكون كل العشر الأواخر. فلو جاء الرجل مثلا واعتكف خمسة أيام أو ستة أيام فلا بأس عليه،
ولا يلزم أن يعتكف الأيام كلها، وإذا اعتكف فيلزم معتكفه ولا يخرج منه لا لعمرة ولا لغيرها. بعض العلماء يرى أنه لو جاء للصلاة لصلاة المغرب وهو يريد أن لا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أنه لا أن له أن يعتكف الساعة والساعتين وثلاث الساعات وهكذا. يقول السائل: اعتكفت في أواخر رمضان واعتمرت وأنا معتكف، فهل عملي صحيح؟ لا يا أخي، عملك ليس بصحيح، فليس لك أن تخرج من معتكفك للعمرة، وإنما تخرج لما لا بد لك منه. ما لا بد لك منه هو الأكل أو السحور أو العشاء أو قضاء الحاجة من بول أو غائط أو نحو ذلك. أما إذا كان في المسجد يأتيك الأكل فلا يجوز لك أن تخرج من أجله، وكذا إذا كان في المسجد دورة مياه يمكن أن تقضي بها حاجتك فلا يحل لك أن تخرج، وهكذا، لأن هذا معنى الاعتكاف. أما إذا خرج إلى التنعيم وأحرم من هناك وكذا وكذا استغرقت وقتا طويلا فيبطل هذا اعتكافه. وما دام اعتكافك سنة ونفل ليس بواجب فلا بأس عليك. وأما إذا كانت نذرت هذا الاعتكاف، نذرت أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان، نويت أن تعتكف أياما محددة وخرجت باعتكافك للعمرة، فيجب عليك قضاؤها، قضاء الأيام التي اعتكفتها، فلا يسوق لك أن تخرج لعمرة ولا لا تشهد جنازة ولا لتزور مريض ولا شيء من هذا. يقول السائل: مرافق حملة حج طلبوا منه الأداء بعدم الإحرام للحج، البعض لذوي الحج في عرفات سرا ومن غير أن يبدل ملابسه، وأكمل المناسك وذبح لإحرامه مع لبسه المخيط، هل تنصح بمثل هذا الحج؟ هذا جائز لكنه خلاف الأولى، حيث أن الواجب على الإنسان يتقيد بالشرع ويتقيد بالنظام. فإذا قال له ولي أمره الذي مثلا يمنعه، يملك منعه من العمرة ويملك منعه من الحج ويملك الإجازة له، أن يتقيد بما يقول ولا يتساهل، لكن فعل هذا يصحح حجه والله أعلم في قبوله. القبول عند الله جل وعلا ما يدري عنه الناس. يقول السائل: سؤالي عن كيفية تطبيق قيام الليل نبي الله داود عليه السلام في وقتنا الحالي، صلاة المغرب الساعة 7 تقريبا وصلاة الفجر الساعة 4، أي 9 ساعات، نصفها 4 ساعات ونصف، وثلثها قيام وسدسها نوم. نعم، هذا هو الصحيح، أحسنت يا أخي بارك الله فيك. إذا يبين لكم نصف الليل 4 ساعات ونصف اليوم مثلا ينام ما تيسر له، وثلث الليل 3 ساعات يقومها يصلي، والسدس الأخير ينام ليرتاح قبل صلاة الفجر. يقول السائل: أنا من أهل مكة واعتمرت عن نفسي في أشهر الحج، وأنا أنوي الحج عن امرأة ماتت بمصر منفردة، فهل علي هدي أم أن هذا جائز؟
لا ليس عليك هدي أخي لأنك من أهل مكة، والهدي يكون على غير ساكن المسجد الحرام، أما المقيم في مكة فليس عليه هدي سواء كانت الحجة له أو لغيره، وسواء حج من شخص أنا أقسم مقيم في مكة أو شخص خارج مكة، فالهدي يكون من نصيب واجب على المباشر للحج. فإذا باشر الحج رجلا أجنبي عن مكة خارج مكة وحج عن واحد من أهل مكة فإن عليه الهدي، وإذا حج واحد عن من أهل مكة عن غير أهل مكة فليس عليه هدي، لأنه باعتبار أنه هو من حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: هل الخروج من مكة إلى جدة والمدينة بعد عمرة الحج يبطلها ويعيد عمرة الحج؟ هل خروج مكة إلى جدة أو المدينة بعد عمرة الحج يبطلها؟ فرق بين مكة بين جدة والمدينة. المدينة يلزم أن يعيد العمرة، وإن لم يعدها فإن عاد من المدينة محرما بالحج فله ذلك، يحرم من المدينة بالحج مفردا. وأما من جدة فعلى أي حال عاد محرم أو لم يعد محرم فجدة قريبة من مكة، تقاس على الرعاة والسقاة الذين يخرجون من مكة يرعون إبلهم، فلم ينقل أنهم يحرمون إذا دخلوا مكة مرة ثانية، وإنما يدخلونها بدون إحرام ثم يحرمون من مكة. يقول السائل: ما صحة القول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ لا، هذا ليس بصحيح، فالاعتكاف يصح في كل مكان، في كل مسجد جامع، مسجد صلى فيه الجماعة أهل الجمعة، فلا يلزم صلاة الجمعة وإنما يلزم الجماعة. يقول السائل: اعتمرت في أشهر الحج وعدت إلى بلادي اليمن وأريد الحج، فهل أكون متمتعا إذا تيسر لي الحج؟ لا يا أخي، إذا اعتمرت متمتعا بها إلى الحج ثم سافرت إلى بلادك انقطع تمتعك، ثم حسب عودتك إن عدت مفردا الحج فحجك مفرد وليس عليك هدي، وإن عدت متمتعا بالعمرة إلى الحج التي تعتمر أخيرا فأنت متمتع، وإن عدت قارنا بين الحج والعمرة فأنت قارن. إذا عدت إلى أهلك فأنت حسب ما ترجع إلى مكة بالمرة الأخيرة. يقول السائل: ذكر الله رسله بأسمائهم ولم يذكر لهم ألقاب، وكذا كان تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بأسمائهم ولم يعطهم لقب شيخ أو إمام، هل ذكر أهل العلم بأسمائهم منا في الأدب؟ لا يا أخي، لا ينافي الأدب، ولهذا تجد قال أحمد قال أحمد قال الشافعي، ولا ينافي الأدب، لكن هذه الألقاب جاءتنا من العاجم هم اللي جابوها لنا فقد قلدناها وأخذنا بها، مثل شيخ الإسلام ومثل الإمام تقي الدين ومثل كذا ومثل كذا، هذه ألقاب جاءت متأخرة
وليست من الشرع في شيء، ولا بأس بها إذا كان صاحبها يتصف بهذه الصفة. يقول السائل: إن شاء الله سوف أحج عن شخص متوفي من دولة عمان وأنا مقيم في مكة، فهل علي هدي لأني متمتع وهذا حج بدل؟ لا بأس عليك وليس عليك هدي، ولا على الحجة بهدي، لأن الحجة تقاس ويحكم عليها بحكم الفاعل، فأنت المباشر للحج وأنت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك هدي. يقول السائل: الصلاة خلف مقام إبراهيم هل تكون سرية أم جهرية؟ إذا كان الصلاة منفرد فالسر فيها أولى، منفرد أصلي وحده سواء كان بالليل أو بالنهار، فصلاتها سرية أولى لئلا يشوش على من حوله. يقول السائل: نويت أن أجلس في المسجد الحرام من أول رمضان إلى آخره، لكنني ما قلت الاعتكاف ولكني قلت الجلوس، فهل الجلوس في المسجد يعد اعتكاف؟ إذا نويت الإقامة في المسجد فهذا يخلو من أمرين: إن كنت تسكن في المسجد مثلا مالك مسكن إلا المسجد هذا، هذا لا يعتبر اعتكافك فيه. وأما إن كنت تنوي الاعتكاف وتترك أهلك وولدك وبيتك وتعتكف في المسجد الحرام فهذا يعتبر اعتكافا وتؤجر عليه، سواء كان نويت الاعتكاف وتكلمت بلفظ اعتكف أو نويت الاعتكاف أو لم تنوي ذلك باللفظ وإنما نويته بقلبك، فالنية محلها القلب. فأنت إن كنت نويت لزوم هذا المسجد للعبادة والتعبد لله جل وعلا فأنت معتكف مأجور، وأما إذا نويت السكنة في المسجد فهذا غير، لأنك قد تؤذي بسكناك الناس الآخرين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اختلفنا أنا وأصحابي في قول البارحة في شرح حديث من قام رمضان إلى آخر الحديث، قلت: ما يلزم قيام الليل كله وإنما قام بعض الليل. فهم البعض أن الضمير عائد إلى رمضان، وفهم البعض أنه عائد إلى الليل. لا بأس بهذا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يلزم قيام الليل كله، وإنما يلزم أن يصلي التراويح أو القيام ما دام الإمام يصلي فيصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا قام مع الإمام صلاة التراويح وانصرف الإمام وذهب إلى أهله وأنت ذهبت إلى أهلك فلا بأس، فأنت تعتبر قائما الليل. وأما إذا انصرفت قبل الإمام فإنك لا تحصل على هذا الفضل. يقول السائل: هل ينقطع تمتع المكي إذا خرج من مكة؟ المكي إذا خرج من مكة مسافة قصر، مسافة بعيدة، فإنه ينقطع تمتعه حسب عودته إليها ثانية. وأما إذا كان مسافة قصيرة
فتمتعه بحاله. وعلى كل حال ليس عليه هدي سواء انقطع تمتعه أو لم ينقطع. يقول السائل: أبي دعاني إلى زيارة إلى مكة، وإني قادم من مصر ودخلت مكة دون إحرام، وطلبت منه أن أعتمر وأحج. إذا جئت بنية الزيارة لولدك ولم تقصد الحج ولا العمرة فلا بأس عليك أن تدخل بدون إحرام، ثم إذا أردت أن تعتمر عليك أن تخرج إلى الحل فتحرم منه وتدخل مكة بإحرام، وعليك إذا أردت أن تحرم بالحج تحرم بالحج من مكة لا بأس عليك. وأما كونك لم ترد الحج، إذا كنت لم ترد الحج فليس عليك شيء، وأما إذا أردت الحج مع الزيارة فيلزم عليك الإحرام من الميقات الذي تقدم عن طريقه.